بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن لعبة خفيفة تستطيع لعبها عن طريق متصفحك أونلاين، وتستطيع منافسة العديد من المنافسين حول العالم. هذه اللعبة هي عبارة عن لعبة الإفعى. طبعا تبدأ أول ما تدخل، تبدأ صغير، فيجب عليك أن تأكل الطعام لكي يزداد طولك، أو تأكل الأفاعي التي أصغر منك حتى يزداد طولك. طبعا تبتعد عن الأفاعي الكبيرة حتى لا تقوم بأكلك وتعيد اللعبة من جديد. طبعا كل ما عليك هو الدخول إلى هذا الموقع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد ذلك تقوم باختيار اسم، مثلا نحن سوف نضع شبح، ثم تضغط على كلمة بلاي، وها أنا قد بدأت بالفعل يعني. الآن أبتعد عن نعم قد أكلت الأفعى. ها أنا كما تروني قد أكلت أفعى، حسبت أنها سوف تأكلني لأن هي أكبر مني. لا 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 لا، سوف قد أكلتني. المهم ها أنا هنا يعطيني كم حصلت عليه. لو أردت أن أعيد اللعبة سوف أعيدها من جديد. هذه كبيرة جدا، لو اصطدمت بها لأكلتني في الحال. سوف أصطدم، لا سوف أبتعد. طبعا كما ترون هنا أيضا يعطيني الطول الذي حصلت عليه. طيب الإنترنت بطيء لدي، عفوا هنا شيء إعلاني لابد أن أضغط على هذا لتجاوزه ثم سوف أبدأ. على العموم نتمنى لكم لعبا شيقا، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم جديد الدروس.